إرصا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح على المسيرة التعليمية، عقد هذا اللقاء على مستوى مدراء المدارس الحكومية في بيت لحم لتدارس إنهاء وحل أزمة إضراب المعلمين والعودة إلى الدوام بعد فترة العطلة الحالية. الفريق جبرين رجوب برفقة شخصيات وطنية واعتبارية تحدثوا مع مدراء المدارس واستمعوا إلى مطالبهم ومطالب المعلمين أيضا التي نقلوها للفريق رجوب، حيث أكد على عدة قضايا تكفل كرامة المعلمين وتضمن سير العملية التربوية في المدارس قريبا. هناك قرار من اللجنة المركزية وعلى رأس الأخ أبو مازن بحل هذه المشكلة لصالح المطالب العادلة التي قدمها المعلم. البعد النقابي احنا راح نتشاور مع هيئة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، وراح يكون في هناك انتخابات حرة وديمقراطية لبناء اتحاد للمعلمين خلال فترة قريبة جدا. موضوع طبيعة العمل 15% حصل مراجعة مع الحكومة، وتم الاتفاق على دفع 5% لكل موظفي السلطة اللي كلهم بيعانوا، و10% تضاف إلى القسيمة الوظيفية، ويتم إلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بحق الإخوة اللي استنكفوا في المرحلة الماضية. ومن هون أنا بتوجه لكل المعلمين والمعلمات أن يلتقطوا هاي الآلية لمتابعة حقوقهم، واللي راح تشكل رافعة جدية وحاضنة لمطالبهم ولهمومهم. ووقوفا عند مسؤولياتهم المجتمعية أيضا وتفهمهم لمطالب المعلمين وما نجم عن ذلك الإضراب من اتفاقات تلتزم الحكومة بتنفيذها وفقا لوعوداتها، حثت شخصيات اعتبارية المعلمين على الأخذ بزمام المبادرة لإنهاء الإضراب والعودة للتعليم. النقاش اللي دار اليوم هو وضح أنه جميع المطالب اللي طلبوها المعلمين باعتبار حصلوا عليها، ولذلك لا يجوز أن يبقى التعليم في حالة إضراب، وهذا بتعرف يؤثر على شبابنا، على طلابنا، على أبنائنا، وأيضا على المعلم نفسه. المعلم بيعتبر الطالب الموجود عندك ابنه، ولذلك بده يحرص على أنه الطالب ما تضيع عليه سنة كاملة بهذا الحال. أجتنا الكورونا ضيعت الكثير على الطلبة، والآن نحن في إضراب منذ شهرين، هذا كثير على الطلبة. المعلمين لهم حقوق، نحن مع حقوق المعلمين، ونحن أيضا بنقول للحكومة، الحكومة هي المسؤولة أن تعمل ما تستطيع من أجل تدبير المال. وفي ظل استمرار إضراب المعلمين، ما زال الشارع الفلسطيني يترقب أي محاولات جادة لعودة الحياة التعليمية والتربوية إلى طبيعتها كما كانت قبل 5 من شباط الماضي. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.